هنا مدينة سيتي فيها هيموريشن تقريبا. Which one of the following the most appropriate intervention with respect to his blood pressure control؟ نستخدم البيتالول ولا صوديوم نيترو بروكسايد ولا اوبزرفيشن ولا رامي بريل ولا النيفيتيبين؟ طيب خلينا نشوف الكيس من الاول كده. هنا بيقول ايه؟ بيقول 59 سنة من جال emergency department عنده sudden onset of worst headache he has ever had. He has severe neck stiffness and deteriorated on arrival the emergency department in Glasgow. 13 blood pressure بتاعنا عالي 165 على 105. طيب you note significant meaning just he able to move all four limb city اللي انتم شايفين هنا هي سب اركنويد هيمرج كده صح؟ طب سب اركنويد هيمرج وعندنا ايه كامل البريشر 165 105 يعمل ايه؟ observation ولا ايه؟ ولا نستخدم الصوديوم لا سايد عشان الليبتولول او صوديوم نيترو سايد ننزل الضغط. قال الصوديوم نيترو بروكسايد ميزته ان هو سهل التحكم فيه شورت. اما باقي الخيارات لا. اوبزرفيشن 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 يس انه انت عندك ضغط. هنا بيقول history and symptoms suggestive subarachnoid hemorrhage. CT here clearly show presence of blood in subarachnoid space at a blood pressure 165 105. No acute lowering of the blood pressure is indicated. دي عشان الكولاترز تفضل مفتوحة تقريبا. مش مرة قرينا السبأركنويد توصلوا ل 140؟ الاركنويد تكون 40. والله انا عارف فاكر الموضوع ده طشاش بس على ايه على طب الاركنويد كان اعتقد على السبب الاركنويد طب study suggests that blood pressure lowered acutely to below 100 millimeter mercury diastolic in subarachnoid hemorrhage. طيب هنا خلينا اقول لك ايه not recommended in lowering because in this situation يعمل risk of inducing secondary cerebral infarction. طيب نشوف التاني ده not indicated because of blood pressure within acceptable range. acceptable range هو انا بتهيألي ان احنا كنا قرأناه في الستروك بشكل عام انه لو الضغط معدي 180 بننزله شويه بننزله اب تو يعني لو معدي مثلا 200 ولا كده بننزله لغايه 180 حاجه زي كده. ليه؟ عشان الكولاترال تفضل مفتوحه. قرأناه في السي ان اس في الستروك. مش في حاجة برضه اسمها النيموديبين بيتاخد؟ النيموديبين بعدها بيتاخد بعدها صح عشان ايه؟ عشان ما يحصلش بازوس بازم بالظبط. ستروك ابحث لكم عن ايه؟ الستروك خلينا اشير معاكم بس لا كده هنتوه من بعض ثواني. ستروك نرجع كده ايوه
اهو انا بقول لك blood pressure should not be lowered in acute phase unless there are complications the hypertensive encephalopathy. طيب هي دي هي دي المعلومة. أنا مش بنزل ال blood pressure إلا إذا كان في complication hypertensive encephalopathy. كان عندي بابليديما، كان عندي مشكلة بتاع، بس أنا بحافظ بسيبه عشان الكولاترالز يعني تفضل مفتوحة. أنا فاكر إنه 140 بس كانت فيها دكتورة منال رقم 140 ده، أنا فاكره بس في إيه مش فاكر. طيب خلينا نرجع. خلاص يبقى observation. هنا سؤال تاني بيقول which of the following the most appropriate way to manage hair anticoagulation in pregnancy. In pregnancy تمام، هي مالها؟ هي 26 سنة جاي للكلينيك for review. She had DVT من 6 سنين فاتوا. She take warfarin. Found to have عندها antiphospholipid syndrome. Become pregnant. Had 3 previous miscarriage. Okay. Examination. Examination كان unremarkable. And then the ABTT 54. هنقلبها على ايه؟ الوارفرين في الفيرس تريمستر ولا الوارفرين سكند تريمستر؟ في الأسبوع كام ولا إيه حكيتها؟ كم بريجننت في الأول يعني تمام. طب الوارفرين كان له قصة كده، أسبرين ولو مولكيولار ويت. أسبرين ولو مولكيولار ويت. هي عندها انتي فاسفوليبيد وعندها دي في تي. كنا بندي لها اسبرين وبندي لها وبنبدا اللو مولكيولر ويت كنا بعد الاسبوع تقريبا ال 12 وبنبطله عند الاسبوع الكام؟ 34 باين صح؟ وثواني نشوف هنا كاتب الموضوع ده. لك بيشن عندها برلونجت اي بي تي تي وشي ستيل سيجنيفيكانت بيردن اوف انتفوسفوليبيد ريجستر اوف مسكارج سجست بري كواجلنت ستاتس ان نمبر اوف ترايل هاف انه احنا نعمل ايه كومباينيشن من اللو دوز اسبرين لو مولكيولار ويت هيبرين هيقلل سبونتينيوس ابورشن ريت وذيرفور انترفنشن اوف تشويس ذو الانترفنشن داز انكريز الريسك اوف هيموريج. This is more than outweighed by the positive effect on pregnancy outcome. Postpartum anticoagulation with warfarin can be recommended. Both warfarin and heparin are not contraindicated when breastfeeding. هنا which of the following organisms is the most likely to be found in the blood culture effective endocarditis. شكلها واحد جاي عنده 54 سنة جاي emergency department عنده night sweats lethargy gradual weight loss over the past 3 months. He was admitted to orthopedic ward 4 months earlier after fracturing his femur. طيب On examination, blood pressure كويس والبالس كويس regular. You know what splinter hemorrhage on examination. طيب وعندنا ejection systolic murmur يعني ده infective endocarditis. كان عامل عملية من قد إيه؟ من 4 شهور. ما فيش أي حاجة توحي بأي حاجة يبقى ده staff. نرجع للكومن كوز. staff or yes. كانت العملية من أقل من شهرين يبقى نقول إبيدرميدس. طيب عندنا سؤال تاني بيقول which of the following the most
likely cause of his of her renal impairment. Renal impairment. طيب جلوكوز عندنا كويس، الكرياتينين عالي، البوتاسيوم عالي برضو، الصوديوم اوكي، ده اوكي بر يعني برولونجت شويه، بي تي برضو برولونجت شويه، بلتلت قليله، هيموجلوبين قليل. او طيب انكريز ريتيكلوسايتس، وعندنا ريد سيل فراجمنت، يبقى كده اتش يو اس، نتاكد ممكن يكون في معاه نيورولوجيكال. عنده دياريه تمام، وتيرند بلادي يعني بقى ايه ريشه كلها شكلها، اللي هي الشيجا توكسين اللي عامل اتش يو اس صح، شريشيا كولاي انفكشن، شريشيا كولاي السترين بتاع اللي هو الايكولاي او 157، نطلع شيجا توكسين ونعمل القصة دي. طيب which of the following the most appropriate intervention هنا من دول؟ oral, cyclovir, comoxiclav ولا topical من دول؟ طيب نبص الموضوع. أنا فاكر اللون أزرق وأخضر ده كان مرتبط بحاجة معينة كده، مش عارف حد فاكرها ولا لأ. أزرق وأخضر، 42 سنة، old contact lens wearer present to emergency department with acute red left eye with tearing and decreased visual acuity, fluorescent stained photograph on the eye is shown below. واحد بيلبس لينس وجايب ريدنس في الاي وديكريز فيجوال اكيوتي، يبقى كده هي تقريبا عملت له يوفيتس مثلا ولا ايه؟ فنديله ايه؟ نديله توبيكال ولا نديله اورال؟ توبيكال كورتيكوستيرويد مثلا. ايه رايكم؟ ما فيش حاجة تانية في الهيستوري، هو بيلبس لينس بس، ما في هو بيلبس لينس وتقريبا هي مش معاق يعني، حصل له انفكشن من وراه لانه acute red left eye وكمان قللت الفيجوال اكيوتي، يعني خطير جدا القصة دي، خطيرة جدا. فلوريسين زي ما انت شايف اهو، عندنا حاجة زي دي مش تبقى فايرال، فايرال كونترا انديكيتد ال شو اسمه الكورتيكوستيرويد فايرال. طب فايرال نديله سايكلوفير يعني؟ لا هو توبيكال. طب نبص عليها اورال سايكلوفير. دندريتك ألسر، يبقى هنا كلو في الصورة في دي الشكل ده تقريبا. طيب هنا بيقول إيه؟ This patient has dendritic ulcer evidenced by branched uptake of fluorescence. The ulcer is consistent with herpes simplex. طيب both oral and topical antiviral option are appropriate for treatment of dendritic ulcer, although compliance may be better with systemic therapy. يعني compliance بيبقى أحسن مع systemic. والثيرابي should be considered until the at least 3 days after complete healing. يبقى دي خلاص خدنا بالنا منها. Branching دي للدندريتك، يبقى ياخد يا oral عشان أحسن في الكومبلاينس، يا إما توبيكال أنتي فايرال. أوكي. which of the following the most appropriate intervention هنا من دول؟ 21 سنة من جاي الإمرجنسي ديبارتمنت by the police. He has tried to stab his mother.
because he believes that she is possessed by the devil and plan to kill him. طيب. He admit to hearing a voice providing commentary on his action. ده ايه كده؟ سكيزوفرينيا شكله. عنده ضلالات فوق وعنده auditory hallucination. He think that وعنده broadcasting ده thinking او بتاع دي insertion كانت اللي هي اللي حد بيقول له commentary. طيب طيب عنده drug and alcohol intoxication 3 times over the past 2 years جاي الامرجنسي ديبارتمنت. يعني الهيستوري بتاعه ان هو ايه ياخد drugs و alcoholic intoxication 3 مرات في السنتين اللي فاتوا. طيب with clear evidence of self neglect which he refused cooperate أو حتى يعني مش عايز يتعامل حتى في الإكزامينيشن. تمام. طيب نديله إيه ده من دول؟ ريسبيريدون مثلا. أنا شاكك إن هو سكيزوفرينيا. patient type. This patient type. تمام. This patient has acute presentation with schizophrenia, self neglect, auditory hallucination, delusion, thought insertion. نايس بتقول ايه؟ لأن نعمل ايه بقى؟ نديله ريسبيريدون. في دواء تاني كنا بنديه برضه سكيزوفرينيا كان بيتكرر غير ريسبيريدون. كان ايه؟ ريسبيريدون. طيب which of the following the most likely cause of his pleural effusion؟ 62 سنة man قال emergency عنده dull right sided chest ache which increased over the past few days. He found to have right sided pleural effusion. ال pH بتاعه 7.12 يبقى ده أكيد إيه؟ إمبايما. أكيد في إنفكشن وده إمبايما غالباً. بعدين أقل من 7.2. أقل من 7.2 ده يقول لي إنه ده إنفكشن. نعمل له إيه؟ هنعمل له اسمه إيه؟ شيست درين ونديله أنتيبيوتيك. Which of the following drug is the most likely to lead to hair arrhythmia? إيه اللي من دول يعمل arrhythmia؟ أنت ملاريا؟ أنت ملاريا. برونج كيوتي مثلا. ياخد كلوريثرومايسين ومع هيدروكسيكلوروكين. طيب بلاد بريشر اكزامينيشن دخل في تروسات دبوا عشان برولونجد كيو تي عشان خد انتي هيدروكس كلوروكين وهو اوريدي برضه بياخد كلاريثرومايسين فهي دي اللي موديه اللي هي اللي دخلته في القصه دي اكتر. انتي ملاريا زي هيدروكس كلوروكين من ضمن الحاجات اللي بتزود لي اللي الكيوتي برولونجيشن. طيب سؤال تاني بيقول which of the following the most appropriate initial intervention؟ ايه الانيشال انترفينشن؟ طيب نديله 4 drug من تي بي بعد كده 2 month نديه 2 drug يعني لو ده دايريا لو ده قصدي تي بي اصلا ولا نعمل ايه بالظبط؟ تعال نبص على الحالة. 64 سنة من who has moved to UK from Indian يعني دي برضو ايه الدخلة بتاعت التي بي هنا
طيب لان الكلينيك سافرت لهم ديكريز ان اكسرسايز توليرانس وساين اوف رايت هارت فيلير which have worsened gradually over the last 6 months. You understand he was treated with TB, a 7-year-old child, suffer from night and has suffered from night sweats with chronic cough with weight loss over the past few months. Examination and blood pressure بتاعه 116 pulse near to scene regular GVB elevated and debilitating edema affecting both ankles. طيب الإيكو عندنا constrictive pericarditis, constrictive pericarditis TB و pericardial calcification. وعايز ايه الانيشيال؟ على فكرة هو عايز الانيشيال. الانيشيال احنا نعمل ايه؟ نشيل البريكارديوم. بعدين هو حصل فيه كالسيفيكيشن وعامل كونستريكتيف، تالي نشيله صح؟ نقشر البريكارديوم. لا انيشيال هنا تيبيكال انتنسيف ريجيمن زي ندي الاي ان اتش والريفامبيسين والريزراماد والاسامبيوتور لأنه عنده اكسترا بالمونري اللي هو البريكارد كالسيفيكيشن اكسترا بالمونري تي بي زي ممكن يضرب برضو النيرفس سيستم. طيب عشان كده كورتيكوستيرويد مي بي اولسو امبروف ريكفري. طيب ليه مش لو هو احنا نجرب معاه الاول التي بي لو هو ديسبايت التريتمنت لسه برضه تريتمنت اند انتي تيوبركلس والكورتيكوستيرويد ساعتها ايه نشيل البريكاردي مش على طول كده. يبقى دي فكرة السؤال. تمام. ممكن تاني دكتور انا ما فهمتش. بقول لك يعني هنا واحد عنده هيستوري ان هو جاي اليونايتد كينجدوم وكان في كان في الهند تمام وهو ثواني نجيب السؤال وكان في الهند اوكي وكل حاجة بتقول ان هو عنده تي بي يعني بيقول لك ان هو كان اصلا بيتعالج من التي بي وهو صغير وبيعاني من الاشهر الاخيرة دي من نايت سويتس وكرونيك كاف وويت لوس يعني هو تي بي تمام بس في نفس الوقت هو عنده اعراض تانية غير الكلاسيكال اللي احنا عارفينها انه الجي في بي بتاعه عالي لما عملوا له ايكو لو انه عنده البريكارد فيه كلاسيفيكيشن وكونستريكتيف بريكارديتس فهنا احنا نعمل ايه كانيشيال هو كانيشيال احنا بقى بندي عادي الادويه بتاعت التي بي اللي هم 4 ادويه اول شهرين بعدين الدوايين الاثنين اللي بيكملوا اللي هو الاي ان اتش والريفامبيسين بيكملوا كمان 4 شهور اللي هي 6 شهور تمام بس ده عشان معاه الكلاسيفيكيشن بنزود عليهم كمان الدكساميثازون ديكسن سيزون ده كان ايه زمان عشان ما نلخبطكيش بس الكورتيكوستيرويد تمام انا بدي الانتي تيوبركلس بدي الاسترويد لو هو فضل بيعاني لسه من من القصه دي كونستريكتيف بريكارديتس بالرغم ان هو خد العلاج ده اللي هو بتاع التي بي والكورتيكوستيرويد ساعتها انا هروح ان انا اشيل البريكارديت وصلت دكتوره ولا ايه؟ معلش انا بس انا مجهد كده ايوه تمام مش في بس ان الصوت خليني اشرب ميه كده يمكن اصحصح شويه يعني احنا في الاول بنبدا بالانتي تي بي وكورتيكوستيرويد لو ما فيش ريتشن هنعمل البريكارديوم بعد كده نشيل البريكارديوم تمام طيب ناخد سؤال تاني Well, which of the following the most appropriate next step من دول الدرونيت ولا ازا ولا كالسيتونين رينيزولون ولا ري اشورنس طيب الاكس راي عندنا بايلاترال هايلر ليمفادينوباسي والكالسيوم عالي سنه شكلها ساركيدوزيس تمام
نشوف ايه الموضوع من فوق. 46 سنة وومن جاية للجي بي، عندها تايردنس وعندها ليثارجي من 3 شهور، بتشرب 5 سيجارت بير دي، عندها مايلد هايبرتنشن وبتاخد أميلودوبين 5 ملي جرام، و بات از اذروايز ويل. الاكزامينيشن عندنا بلاد بريشر كويس والبالس كويس وريجولار، عندنا الابدومين سوفت نوت تندر، عندنا البودي ماس اندكس عندنا 24، الهيموجلوبين عندنا كويس، الوايتس كويسة، البلت كويسة. يا ماشية معايا. ساركيدوزز، ساركيدوزز احنا كنا بنعالجها بايه؟ بالنزلون، صح ولا ايه رأيكم؟ باي لاترال هايلر لينفادينوباسي وهايبر كالسيميا. جايب دراي كاف ولا حاجة؟ تايردنس وليثارجي. مش يا ساركيدوزز اشورنس. ساركيدوزز احنا بنعالجه امتى؟ لما يبقى فيه هايبر كالسيميا. طيب ما هي هايبر كالسيميا كان موجود ولا كان نورمال؟ لغاية 62 بتهيألي نورمال، بس هو الرينج اللي خدعني. واحد فين الرينج خدع؟ دي هي لغاية 265 ده نورمال على فكرة. وبايلاترال هايلر للليمفادينوباسي ده الستيج 2. احنا كنا بنعالج ستيج 3 او 4 سيمتوماتيك او هايبر كالسيميا او كاردياك انفولفمنت او نيورولوجيكال انفولفمنت، كاردياك نيورولوجيكال والاي. هنا ابدا اتدخل في العلاج غير كده ري اشورنس. تمام اوكي. هنا بيقول الكالسيوم ليفل على الابر اند نورمال رينج. مش Which of the following the most appropriate intervention من دول؟ طيب هنا عندنا في اللمبر سباين اكس ري عندنا اوستيوبروتيك كولابس في ال 3 و 4 و 5 في كولابس اوستيوبروتيك كولابس. طيب اليورين في عندنا ايه؟ 3 2 بلس بروتين، ستها مايلوما. نبص نتأكد كرياتينين عالي، بوتاسيوم على الأبر ليميت. ماشي عندنا أنيميا وثرومبوسيتوبينيا. طيب عندنا هنا بيقول 74 سنة مان diagnosed with multiple myeloma present in emergency department for review. He has suffered from increasing lumbar pain tenderness over the past 3 months. Now بيشتكي من البينز والنيدلز going down على الليج left lower limb weakness making difficult for him to mobilize despite taking codeine paracetamol. His pain increased significantly. ميلوما diagnosed من 4 سنين. examination عندنا pain و tenderness impalpation على lumbar spine. There is evidence of motor sensory loss affecting the L5 و 4 و5 nerve root left hand side. تمام من ناحية الشمال. We عندنا perineal sensation and anal tone are intact. تمام perineal sensation and anal tone are intact. وعندنا ايه تاني؟ motor sensory affection. طيب ده ملتبل ميلوما، نعمل معايا ايه في الملتبل ميلوما ده؟ راديو ثيرابي، لا احنا كنا بندي ايه رأيكم؟ راديو ثيرابي ولا ايه؟ معاه باك بين صح؟ معاه باك بين بروتين في اليورين وعندك اللمبر من 3 ل 5 كولابست. تمام
هو بياخد ايه؟ بياخد بس باراسيتامول وكوديين عشان البين. بتهيألي قصة بين مانجمنت صح؟ ايوه بالظبط. هو يعني هو بيستخدم ده ونوت امبروف سيل بين. الراديو ثيرابي ممكن. الراديو ثيرابي كانوا بيستخدموه في البين صح؟ هي والتونيت وهي والان سيد برضه. لا الان سيد هو عنده رينال صح؟ الان سيد عنده رينال تمنع مثلا ان سيد ماشي صح؟ بالراديو ثيرابي مثلا؟ Radio therapy. This patient has been and symptom related to vertebral collapse confined to a limited area of the lumbar spine. Against background of long-standing myeloma, this situation target radio therapy is effective for achieving palliation في أكثر من 90% of related patient. رأي شوية دكتور منال. تمام ماشي. لما نيمكم كده انا صوتي تحس مش مظبوط كده، بس احنا كل 50 في غلط في الاسئله ولا انا بتهيألي؟ احنا بادئين من 25 سوري تمام كده تمام، لكن بادئين من 50. اوكي. Which of the following most appropriate next step؟ هو 67 سنه جاي للريسبيراتوري كلينيك، عنده سي او بي دي، currently managed by high dose fluticasone salmeterol inhaler. الفورست اكسبيراتوري فوليوم 1 سكند 35%. He is very short breath being only able to climb the stair once per day and walk 50 meters on the flat. Examination revealed blood pressure 151 على 90 والبالس 70 regular. عنده هايبر اكسبانشن كونسيست وذ امبايما سوري امفيزيما اند كوايت تويز اون اسكولتيشن. تمام. وبياخد شوف فلوتوكنازول هاي دوز وسالميتيرول. خلاص نزود له اللعبه. اللعبه اللي هو ايه بقى؟ تايتروبيو. اللبا هو التايتروبيوم. التايتروبيوم صح؟ ما نفعش؟ نخش على الاوميليزي مان. لا لا كان كان ايه بتاع السي او بي دي في دول؟ مونوكلونال. ريفريلو ماست. لا. اللي بعد ده اخر حاجه ريفريلو ماست. بعد هو بياخد يبقى كده لاما اي سي اس نزود اللبا صح؟ ما نفعش يبقى نخش على بالظبط. Which of the following most appropriate intervention? عندك السيري اكتف 132 هاي، الكرياتينين 390، البوتاسيوم كويس، الصوديوم 4. لا في غلط. 144 مثلا. WBC كويس، HP 10. نشوف الكيس. هو 52 سنة، عنده كرونيك CKD، comes to the emergency with acute swelling and pain over his right grade 2. His uric acid raised 580 وdiagnosis gout flare up is made. Pressure 149 90، البلس كويس، body mass index 22. CKD مش هتقدر تستخدم النانستيرويد ولا الالبيرانول. شوف بريدنسيلون. بريدنسيلون ماشي صح. بريدنسيلون تمام. شو اللي بعد؟ recommended with dose reduction is also required to
which of the following best way to manage this patient blood pressure? اللي عندك اليورين 3 بلس بلاد 1 بلس بروتين ريد بلس سيل كاست سين اون ميكروسكوبي بوتاسيوم كويس وصوديوم كويس شكلها نفرتك عندك كويس اوكي 23 سنه جاي الامرجنسي ديبارتمنت وذ فرانك hematuria and develop over past 12 hours. He has been well over the past year, apart from episode of pharyngitis, developed 7 to 10 days early. On the further question, it's a transpires that he had another episode hematuria after respiratory tract infection, يعني IgA. وعندك blood pressure 149. عادي كام؟ لا لا ستريب 2 ستريب 2 7 الى 10 ايام 7 الى 10 ديز دي ستريب مش قلنا من اسبوع لثلاث اسابيع اه بالظبط عندك بلاد بريشر 149 هو ايس ممكن يستخدم نستخدم ايه نستخدم ايس ماشي روزامايد اقراها طيب تمام هو patient post streptococcal glomerulonephritis which fit with macroscopic hematuria and gap around 1 week between episode pharyngitis developmental of urinary septum this condition usually resolves spontaneously and there is lower risk progression chronic renal failure in this patient where there is edema and mild hypertension. As seen here, loop diuretic are the intervention of the choice with additional ACE inhibitor or calcium channel blocker if the blood pressure not a target. عشان الإديمة اللي عند البيشنت. اختار الفرزاميد عشان ايه؟ lower leg edema there is edema mild hypertension Which of the following is the most appropriate next step? 24 سنة جاي للإمرجنسي ديبارتمنت عنده sudden onset left side pleuritic chest pain while helping his girlfriend move furniture. He has no previous history of chest disease and takes no regular medication. Blood pressure 115/82 البص كويس. He has no shortness of breath at rest. Chest X-ray reveal left side pneumothoracic 1 cm. rim of the air and spontaneous primary و no shortness of breath وأقل من 1 سنتي 1 سنتي aspiration روح discharge قصدك أقل من هي كانت 2 صح أقل لو أكتر من 2 أو symptomatic shortness of breath ساعتها تبقى considered اللي من كده وهو كمان برايمري يبقى يروح ولا اير اسبيريشن لا هي مظبوط هي اقل من 2 تبقى اوبزرفي يروح ديسشارج تمام ذس بيشنت عند برايمري وذ ماينر سيبتومز اونلي سو ات كان بي مانجد كونزرفاتيف